ما إحصاء الأشخاص الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف بالجزائر منذ إنشائها وغياب تحديد حقيقي لاحتياجاتهم الإنسانية عمق هذه المعاناة لاستمرار وضعهم الكارثي لعقود دون إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهو أمر من شأنه أن يعرض هؤلاء الأشخاص لانتهاكات جسيمة لحقوقهم خارج رادار مراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وكذا سبل الانتصاف الوطنية للدولة المضيفة للمخيمات. وأمام تعرض هذه المساعدات الإنسانية الموجهة للمخيمات للتهريب والنهب المستمر والبيع بالدول المجامرة منذ عقود، فإن المجتمع الدولي مدعو للتحرك بشكل عاجل لوقف نزيفة التهريب تلك المساعدات واتخاذ تدابير عاجلة ومستدامة للحيلولة دون استفحال الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق جراء هذه الانتهاكات الصارخة المسببة لانعدام الأمن الغذائي بالمخيمات. إننا إذ نحض على إثارة انتباه دولة الجزائر إلى الطابع الممنهج لسرقة المساعدات الإنسانية والأثر المدمر على حياة الناس بتلك المنطقة، فإننا ندعو إلى فتح تحقيق معمق وشفاف في تلك المعلومات والشهادات والقرائن وترتيب الجزاءات على مرتكبي تلك العمليات الاحتيالية واسترداد الأموال المنهوبة. وشكرا سيد الرئيس.